أجرى وزير الدفاع الوطني سيد حنان والسيدي اليوم في مكتبه بمقر الوزارة في نواكشوط مباحثات مع سعادة سيد أيمان يوسف كاريبي مدير المكتب الإقليمي للمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. تناول اللقاء بحث علاقات التعاون القائم بين بلادنا وهذه المنظمة الدولية وسبل تعزيزها وتطويرها خاصة في المجالات الموكلة لقطاع الدفاع الوطني.